خدمها. كذلك نشاهد انه شوف اماد الاولى هي اللي تكون دائما صعبه، وشفنا بالمرتن الاكثر نقولوا بالهجمه السريعه. اذا الكره في منطقه الكره، العوده الى الوراء، حمزه يتوعمر هي او من بين الحلول المقترحه، حصار يحاول يمرر لكن ضيع، عود عناصر اتحاد الحراش. حمزه يتوعمر ثم غربي، شوط كبير من غربي وحمزه يتوعمر في هذه البدايه من فريق اتحاد الحراش، خاصه مع العوده الى متوسط الدفاع لاستلام الكره، وايضا من سليم بومشكين بالتمريره مش بالتقدم. ايتوعمر اللي تلعب على جزئيات صغيره جدا، حشود والحاج بوكاش، حمزه يتوعمر، ايتوعمر الى سليم بومشرى، العوده الى زيان شريف. فريق او عناصر اتحاد الحراش ياخذون كامل وقتهم لبناء العمليه التي تحسب لصالح اتحاد الحراش. حمزه يتوعمر، تبادل كروي، حمزه يتوعمر تعود له الكره، ننتظر الاثاره وننتظر الفرصه. حمزه يتوعمر، سلسله من المراوغات، ثم يغير تماما لحمزه يتوعمر الذي يمرر يتوعمر أمادة. حتى مثل هذه التوزيعات على اليمين واليسار غائبة من الجانبين، سواء المولودية أو اتحاد الحراش، وخاصة اتحاد الحراش شفنا بعد كرة تعود مرة أخرى لأيتوعمر، أيتوعمر يغير جهة اللاعب على الجهة، وكان موجود فاس فاس مع ال وضيع الضغط على حامل الكرة وعلى لاعبي فريق اتحاد الحراش. كرة على الجهة اليمنى بن علجية، ضيع منه الكرة بن علجية، عود لفريق المولودية، أمريرة من هناك، غورمي، غورمي يحاول يعتمد على السرعة، عنده سرعة غورمي أمامه لاعبين اثنين، انتظر كثيرا غورمي يبحث عن المراوغة، هذه الكرة غورمي في الأخير دون نتيجة، سليم ومشرع يستعيد هذه الكرة، شوف الضغط على حامل الكرة وكأنه أكثر إرادة من عناصر المولودية في هذه الدقائق. على وفق سليم بهدف دون مقابل، وقبلها فاز على الرائد السابق ايتوعمر، محاصر بلاعبين اثنين، سقوط واضح انه ما فيش خطا، اليوميه والمعيشيه للاعب ايتوعمر، ايتوعمر في هذه الكره، حاج بوكاش يستعيد هذه الكره، حمزه ايتوعمر، وكره اخرى ضايعه من شوشي على عناصر وفاق ستيف والوفاق اليوم من اجل التاكيد وفك العقده، قلت في لقاء العوده هذا الى ملعب الثمانيه، تعود لميباركي من جديد، عايت وعمر وانظام الكتله، الكل يدافع والكل يهاجم، هنا شيء بالذراع لتسند المهمه بعد ذلك لعاجز نصر الدين الذي فاز بكأس افريقيا للأندية البطلة. يعني ذركا حسب على شي اللي راهو يمشي ان يشاهد وان ياخذ صور تذكارية مع هاتي الوضح في مكان مناسب للتهديف، وممتازة ورائعة كما قلت من ناية عمر وخيرية، حول بصعوبة كبيرة هاتي الكرة، آيت عمر ابدع في هذا التنفيذ، وكثيرية طيران فنية سواء كرات ثابتة أو نسوج فنبر، كأس أبطال إفريقيا في الدوري بعد احتياط في المنطقة نتاعو، عايت وعمر من الدفاع للوسط الهجوم في كل مكان، عايت وعمر قط عن نهاية من الحكم الرئيسي لأنه الساعة الوحيدة التي تؤخذ في الحسبان في المباراة ساعة الحكم يا مصطفى كوقت بدل ضايع، ومع تفضل ملاحظة مصطفى شوف إذا كان لاحظوا ويلعبوا صدير يعني على النسوج مع النسوج. لدينا الرايت محمد بالعميري الصغير الكبير العميري سيد علي وملولي، ومن جانب اتحاد الحراش بالعلجية كنيش وتيايبا، اللي شفناه وذاك شفنا بلي لا كونسيرفاسيون دو بال يعني الاستحواذ على الكره كان من الطرفين، لكن الفارق كان عند وفاق ستيف اللي كان استحواذ كورتو كان فعال، يعني كان عنده فعاليه وتمكن شريف يتمكن من انقاذ الموقف، كره من ايت وعمر لبومشرى تعود له من جديد،
زيان الشريف عايت عمر كرة شريف زيان الشريف وقبالها مصطفى بعد تصديه لعدة كرات ساخنة الكرة الأولى بعد يعني دخلته في المقابلة خلف المقابلة خلف المقابلة عايت عمر وباليسرى ناحية القائم الثاني 66 دائما التقدم ليوفق سطيف كرة من الامام لان وفاق سطيف يغلط كل مره من يتنقل من 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 منطقتي والمنطقه لمنطقه العمليات لكن هناك الحارس قرا لي ها هو المعلم ايتو عمر كل صاحب اللون الاصفر مرفوعه كما ينبغي ارتماع وراسيه من دمو لاعبين هذو يعني يزيدوا يعني تكوينهم يكون صحيح مع بيد مراقبة الحلول المناسبة لتم المقابلة انخفض مقارنة مع المرحلة الأولى شفوي عبد الحميد صالحي يعتبر كان مثال احسن التصرف شوف هنا يعني طريقة شاف جيدا تمركز اللاعب عبيد محمد لبيب في ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الدقيقة 25 حمزة ايتو عمر بمخالفة رائعة والتنفيذ كان رائعا من حمزة ايتو عمر الذي أصبح اختصاصي في تنفيذ المخالفات حتى المترادية الانطلاقة من حمزة ايتو عمر باتجاه الهداف عبيد لفريق في الدقيقة 49 هدف عبيد يستحق ولا مرة أخرى بهذه المحاولة ولكن صار